الاصرار والتعامد يا محمد بالنسبه لراموس. اه طبعا دي جريمه، راموس عمل جريمه في الملعب. لو نشوف كذا لقطه، هو تعمد الازاء، شوف خد دراعه، الكره بعيده، الكره بعيده، خد دراعه ونزل بيه، والغريب ان الحكم ما حسبش حاجه. أنا طالعة في الفيديو ده أدعي واتحزن عليك يا راموس يا ابن أم راموس، إن شاء الله تبقى تفرمك عربية كده على الدائري وتقطعك وما نعرفش نلمك ونلمك من كل حتة يا راموس الكلب.